هاي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا ليلى، أنا من فيتنام وأتحدث لغة عربية فصحى. أنا أعرف أن عندما تخطط برحلة إلى فيتنام وتقوم بالبحث على الإنترنت سوف تجدون العديد من أسماء المدن السياحية مشهورة وجميلة في فيتنام، وتجدون الصعوبة في اختيار أي مدن سياحية تناسبكم في أول رحلة إلى فيتنام. فلا تقلقوا لأنني هنا لمساعدتكم. اليوم في هذا الفيديو سوف أخبركم بأهم المدن السياحية في فيتنام التي يجب أن تزورها. فإذا وجدتم هذا الفيديو يفيدكم، يمكنكم أن تعزموني فنجانا من القهوة على هذا الرابط. سوف يكون هذا دافع لي حتى أعمل فيديوهات أخرى. فإذا كنت بحاجة إلى فيزا إلى فيتنام أو برنامج سياحية في فيتنام أو أي شيء في فيتنام، يمكنكم التواصل معي على هذا الرقم على واتساب. أنا وأصدقائي سوف نحاول لمساعدتكم. فالآن نأتي إلى أهم المدن السياحية في فيتنام. رقم 1، هانوي. هانوي هي عاصمة فيتنام الذي يبلغ عمرها أكثر من 1000 سنة، ولذلك فإن أي سائح قادم إلى فيتنام يجب أن يبدأ رحلته من هانوي. فتتمتع هانوي بالهدوء وجمال العصور القديمة مع وجود العديد من الآثار التاريخية والبحيرات الجميلة. هانوي هي رمز لثقافة فيتنامية مع مزيج متناغم من الطبيعة والتاريخ. توجد رحلات جوية مباشرة من دبي ودوحة إلى هانوي، أو يمكنكم اختيار رحلات طيران بأقل تكلفة مع وقت ترانزيت في بانكوك بتايلاند أو كوالالمبور بماليزيا. رقم 2، خليج حالم. من هانوي يمكنكم استئجار سيارة خاصة أو ركوب سيارة ليموزين المشتركة بأجرة تبلغ حوالي 13 دولار ومدة السفر تبلغ 2.5 ساعات للوصول إلى خليج حالم. حالم هو خليج ذو حدثة معمارية طبيعية فريدة من نوعها، مع نظام مكون من ما يقرب من 2000 جبل من حجر جيري يرتفع فوق سطح البحر، مما يخلق مناظر طبيعية رائعة، ومن بينها العديد من الجزر الجميلة وأنظمة الكهوف ذات الهوابط التي يبلغ عمرها ملايين السنين. يعد خليج حالم واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية، وقد تم الاعتراف به مرتين من قبل اليونسكو كتراث طبيعي عالمي. رقم 3، نينغبين. من هانوي يمكنكم استئجار سيارة خاصة أو ركوب سيارة ليموزين مشتركة بأجرة تبلغ حوالي 10 دولار فقط ومدة السفر 2 ساعات. نينغبين هي العاصمة القديمة لفيتنام، حيث توجد أنقاض العاصمة القديمة. مع ذلك تشتهر نينغبين بمناظرها الطبيعية الشعرية مع مزيج مثالي من الجبال والأنهار. النشاط المفضل هنا هو ركوب قارب من الخيزران على الأنهار لرؤية الجبال الشامخة وخكون الأرز الذهبية. تعرف نينغبين أيضا باسم خليج حالم على الأرض، لأن المناظر الطبيعية هنا لها العديد من الأوجه التشابه مع خليج حالم. رقم 4، سبا. من هانوي يمكنكم الذهاب إلى سبا بسيارة خاصة أو بسيارة ليموزين مشتركة بسعر 17 دولار ومدة السفر بسيارة 5 ساعات، أو بالقطار بسعر 18 إلى 20 دولار ومدة السفر 8 ساعات. سبا هي منطقة جبلية ذات مناخ جميل جدا في الصيف، يعني معتدل، وبارد في الشتاء، وبها هقول مدرجة غريبة جدا، وخاصة الثقافة الملونة والفريدة من نوعها للأقليات العرقية هنا. هنا يمكنكم لمس الغيوم والاستمتاع بمناظر جبال الخضراء التي لا نهاية لها. رقم 5، دانانغ. تشتهر دانانغ بجسر الذهبي، أحد الوجهات الجذابة في السنوات الأخيرة. من هانوي يمكنكم الذهاب إلى دانانغ بالطائرة بسعر تذكرة يبلغ حوالي 60 دولار ورحلة تبلغ 1.5 ساعة. دانانغ هي مدينة ساحلية جميلة بها أشكال متنوعة من وسائل الترفيه. يمكنكم زيارة تلال بانا هيوس، وهو مجموع ترفيهي يتميز بهندسة معمارية أوروبية وخاصة الجسر الذهبي الشهير. رقم 6، هوي آن. يقع على بعد 30 دقيقة من دانانغ بسيارة. غالبا ما يزور الناس دانانغ وهوي آن معا. هوي آن هي مدينة قديمة زارتها سفن تجارية أجنبية في الماضي. يتميز هذا المكان بهندسة معمارية تقليدية للمناظر الصفراء مع سطح مصنوعة من الطوب الأحمر،
يمكنكم تجربة ركوب قوارب السلة، لزيارة غابة جوسن هند لمشاهدة رقص قارب السلة. فأيضا يمكنكم زيارة حديقة حيوانات سفاري، أو يمكنكم قضاء يوما كاملا بالتجول في الشوارع القديمة وزيارة المناظر ومعابد القديمة وهي معالم ثقافية فريدة. رقم 7، دالات. يمكنكم الوصول إلى دالات من خلال ركوب الطائرة من هانوي إلى دالات بسعر تذكرة حوالي 70 دولار تقريبا، وتستغرق الرحلة تقريبا ساعة ونصف. أو تركب سيارة ليموزين مشتركة من مدينة هوشيمين إلى دالات بسعر تذكرة 13 دولار ومدة السفر 6 ساعات. دالات هي مدينة جمالية ورومانسية جدا، تتمتع بمناخ بارد على مدار سنة. تشتهر هذه المدينة بحدائق الزهور وشلالات وغابات الصنوبر كما في قصص خيالية. هذه المدينة مناسبة جدا لأيام الاسترخاء والاستمتاع بحياة بطيئة وهادئة. رقم 8، نياتشانغ. من دالات يمكنكم الوصول إلى مدينة نياتشانغ بسيارة ليموزين مشتركة بسعر تذكرة 10 دولار وتستغرق رحلة حوالي 3 ساعات. نياتشانغ هي مدينة ساحلية جميلة ذات شواطئ جميلة وجزر لطيفة. هذه مدينة أيضا مشهورة بأنشطة الاستحمام بالطين المعدني المفيدة جدا لصحتكم. تشتهر هذه المدينة أيضا ببارات الشاطئ النابضة بالحياة. رقم 9، مدينة هوشيمين أو باسم آخر سايغون. هذه هي ثاني أهم مدينة في فيتنام بعد هانوي. سايغون هي مركز اقتصادي نابض بالحياة، يضم مباني شاهقة ووتيرة حياة سريعة. تحتوي هذه المدينة على آثار تاريخية تشهد على فترات الاستعمار الفرنسي والأمريكي. تحتوي هذه المدينة أيضا على آثار تاريخية لفترة القتال الشجاع للشعب الفيتنامي. ففي الليل تتمتع هذه المدينة بحياة صاخبة حيث تفتح المراكز والبارات طول الليل. رقم 10، فوكوك. هذه جزيرة جميلة تقع على بعد ساعة واحدة فقط بالطائرة من مدينة هوشيمين. لقد قمت بعمل فيديو منفصل للتعريف على هذه الجزيرة. فوكوك هي جزيرة جميلة ورومانسية وجذابة، ويوجد بها العديد من الأنشطة الترفيهية على الشاطئ بالإضافة إلى المنتجعات الفاخرة الراقية. تعد جزيرة فوكوك مكانا رائعا لإنفاق المال واستمتاع بحياة التي تحلمون بها. وهذه أهم المدن السياحية في فيتنام، فألان تعرفون ما هي مدن السياحية تناسبكم في أول رحلة إلى فيتنام. فطبعا لا تحاولوا أن تزوروا يعني جميع الأماكن السياحية في مرة واحدة، لأن هذا سوف يتعبكم كثيرا، فلن تستطيعون أن تستمتعوا بجمال المدينة بطريقة جيدة، سوف تكونوا مستعجلين جدا جدا، فهذا ليس جيد في السياحة. فشكرا جزيلا على مشاهدة هذا الفيديو، إلى اللقاء في الفيديوهات الأخرى، وسوف أقدم لكم المزيد من المعلومات عن السياحة في فيتنام، ثقافة فيتنامية وحياتي في فيتنام أيضا. شكرا ومع السلامة. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.